ابدا يا سيدي. العربيه طلعت مسروقه ومتبلغ عنها، والولاد دول طلعوا من خليه ارهابيه بيخططوا لاغتيال ضابط ساكن جنبكم. اما الجامع فكان علشان المقابلات والمراقبه والتسليم والاستلام. يعني العيال دي اتجابت يا فندم؟ البركه فيك، انت اللي اديتنا اول الخيط. الحمد لله. هو ده بقى الموضوع اللي سيادتك عايزني عشانه؟ لا. انت هترجع الشغل تاني يا سيف. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.